شايف هل ضروري يتعمل في مصر زي مركز او جامعة او مؤسسة او حاجة لتدريس الـ AI؟ يعني انا حتى شفت كمان اليومين اللي فاتوا، مش فاكر مين، يمكن رجل الاعمال احمد ابو هشيمة كان بيتكلم في حاجة زي كده، يمكن برضو كان في حاجة متعلقة برضو بالفن شوية، كان دكتور يحيى الفخراني اشار ليها، خاصة برضو بحقوق الملكية الفكرية، لكن ربطها بحاجة. بصراحة انا شفت بس العناوين، لكن ما قريتش السطور، رغم ان انا مهتم يعني اعرف كل حاجة يعني. بس يعني هل في ضرورة ان احنا نعمل حاجة زي كده، ولا هو برضو الدراسة لحاجة زي كده بتبقى كلها يعني اونلاين؟ لا، انا هقول برضو رايي في جزئيه الجامعه دي، وهي برضو تكمل في رايها في الموضوع ده. بس خليني اقول لك في جزئيه الفن اللي انت ذكرتها في الاول دي. لما احنا هنيجي للفن خلي بالك، لان انا عندي فيه اسئلة كتير. طيب، هو لازم يعني باي حال من الاحوال لازم موضوع الاي اي، او يبقى في ديبارتمنت جوه كل جامعه متخصص بس في الاي اي، ولازم يلحق دلوقتي. يعني الله اعلم، ممكن يكون في على فكره قسم في كليه دلوقتي بيعمل ده في الجامعات الخاصه، بس هو لازم، لو مش معمول لازم يتعمل باسرع وقت. لان انا عن نفسي لو انا ابني هدخله حاجه ليها علاقه بالاي اي، مش هدخله لأن الحياة هتبقى كده بس خلاص كده، لان هو ده اللي جاي، ده رايي. أو جه خلاص اه كده. خلاص يعني. دي حقيقة. طيب هبة قولنا يعني أنا رأيي إن هم يعني يدخلوا الذكاء الاصطناعي لدرجة إنه مش بس يبقى ليه قسم، ده يبقى ليه قسم في كل كلية. يعني مثلا ما يبقاش هو لوحده، يا طبعا يبقى هو لوحده يتعلموه طبعا ويبقوا دارسينه ويبقوا تخصص فيه، لكن انا كمان قصدي ان مثلا جامعه القاهره كليه التجاره مثلا يبقى فيها قسم مختص بالتجارين بيدرسوه، او مثلا كليه الطب يبقى فيها نفس الكلام قسم ليه علاقه بالذكاء الصناعي. شو قلت لك من شويه ان الذكاء الصناعي بس اديه سنتين هتلاقيه اكتسح في كل المجالات، ما فيش مجال غير لما سنتين. ده قريب جدا. ده قريب جدا جدا. بالظبط، ده هو لسه كان بيقول لك بقول من لك 8 8 شهور شهور الدنيا 8 قامت شهور خلاص. قامت فهو احنا خلاص يعني ايه، الشغل بقى على الذكاء الاصطناعي بسرعة قوي قوي. هو نفسه زي ما قلت لك من شوية، الذكاء الاصطناعي بيطور نفسه بنفسه زي العيل الصغير. هم كانوا بيطوروا من امتى؟ من الثمانينات ومن الـ56. فاعتقد العيل الصغير زمانه بيكبر وبيفهم وبيذاكر مع نفسه وبيجدد نفسه، نفس الكلام الذكاء الاصطناعي. فهو غير حاجه غير البرمجه. فانا رايي انه لو هيستحدثوا دخوله فلا، هو يدخلوه فعلا الجامعات. وانا لو عندي ابن انا مش هفكر ان انا ادخله بقى تمثيل، معلش يعني، ولا فن، ولا ادخله حتى يبقى لعيب كوره، ولا دكتور، ولا ما... لا انا عايزه ده حلم ادخله. كل الناس عايز كان لا خلاص، ده كان حلم كان كل الناس. خلاص. دلوقتي النجم او اللي هيبقى نجم في المستقبل هو الشخص اللي يبقى عنده درايه بالذكاء الاصطناعي.